السلام عليكم ورحمة الله. أقر اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني عقد برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، أقر تشكيل لجان لإعداد قانون للفصل بين السلطة الرسمية والسلطة الحزبية والتنفيذية كما هو معمول في العالم الديمقراطي، بحيث لا يجوز الجمع والخلط بينهما. الاجتماع أكد رفض الحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه مواقف المؤتمر إزاء القضايا الوطنية ومحاولة صرف المواطنين عن متابعة الشؤون الهامة والخطيرة التي يمر بها الوطن. عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا اليوم السبت، ناقشت خلاله المستجدات على الساحة الوطنية من تطورات سياسية وأمنية وتنظيمية وما قد يترتب عليها من تحولات في المشهد الوطني. وفي بداية الاجتماع قرت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميدان التحرير ومحافظة حضرموت والبيضاء. وجددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إدانتها لتلك الاعتداءات الإجرامية التي وقعت في ميدان التحرير، وكذا التي استهدفت ضباط وجنود منطقة الغبر في محافظة حضرموت ومحافظة البيضاء، والتي أودت بحياة أكثر من 70 مدنيا وعسكريا سقطوا شهداء من أجل الوطن ومن أجل الحرية وروت دماؤهم الزكية تربة الوطن الغالي. لقد تعددت واتسعت جرائم الإرهاب ضد الوطن وأبناء الوطن، وإدانة هذه الجرائم والتنديد بها فقط لم يعد كافيا، فهناك مسؤولية وطنية تتحملها أجهزة الدولة الأمنية في حماية المواطنين، وهناك مسؤولية سياسية تتحملها جموع القوى الوطنية إزاء الأعمال الإرهابية والإجرامية التي أضحت ظاهرة وحالة تمتد على ساحة واسعة من الوطن تهدد أمنه واستقراره، بل وتقوض كامل كيانه المؤسسي. إن اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تطالب الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بسرعة القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. ووقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية، ومنها الحملات الإعلامية المشبوهة والمسعورة التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي من قبل بعض المواقع ووسائل الإعلام المأجورة والمأزومة التي تسعى إلى تشويه المواقف الوطنية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وصرف المواطنين عن متابعة الشؤون الهامة والخطيرة التي يمر بها الوطن، واختلاق الأكاذيب عن وجود خلافات وانشقاقات داخل قيادة المؤتمر الشعبي العام، ودحضا لتلك الشائعات والأكاذيب وتوضيحا للحقيقة. تؤكد اللجنة العامة اعتزازها وتقديرها الكبيرين لكل القيادات المؤتمرية المعينة بقرارات رئاسية في مختلف الهيئات واللجان الوطنية وفي الوقت نفسه، وانطلاقا من حرصها على القيام بواجباتها التنظيمية والوطنية في تبني سياسات وتوجهات وآراء وتطلعات الملايين من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره والقاعدة الشعبية الواسعة التي يمثلونها. تؤكد لجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني على أن ما يتخذه وما يتبناه بعض أعضاء تلك الهيئات واللجان الوطنية المنتمين للمؤتمر الشعبي العام من مواقف وقرارات لا تمثل الموقف الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، وليست ملزمة له أيضا كونها صادرة من أعضاء لم ترشحهم اللجنة العامة كممثلين للمؤتمر الشعبي العام. ونأمل من الجهات الرسمية والأحزاب السياسية والتنظيمات والقوى والأطراف الشريكة في العملية السياسية التعامل مع هذه القضية كموقف رسمي للمؤتمر الشعبي العام. كما شكلت اللجنة العامة وأحزاب التحالف لجانا لإعداد قوانين الفصل بين السلطة الرسمية والسلطة الحزبية والتنفيذية كما هو معمول به في العالم الديمقراطي، بحيث لا يجوز الجمع والخلط بينهما.